شكرا شكرا للاستاذ الدكتور وائل وترياس وكل الاستاذ الانجي وكل ستاف ممبر بتاع كليه الطب طنطا على دعوتي الكريمه للمؤتمر الجميل ده. انا مش عشان هاخد وقت بقى كتير، انا مش عارف اقلب منين اجيب. تمام، في موضوع كده احنا مش متطرق له كتير اللي هو موضوع الهايبريوريسيميا، وده جزء مظلم او جزء اوفرلوك او جزء ما مظلوم او جزء برغم البلاويه كتيره. تمام، وهنعرف دلوقتي ان هتحط جزء من الكارديو رينال ميتابوليك سندروم بسرعه عشان الوقت. انا مش هتطرق للماسكولوسكليتال برزنتيشن ولا الجاوت ولا الاكيوت جاوت ارثرايتس ولا انتركيتيكال فيس ولا توفيشنس جاوت، مش موضوعنا. انا هركز اكتر عن هو جزء من السي ار ام كارديو رينال ميتابوليك سندروم واهميته انه شود بي ديتكتد شود بي تريتد شود بي فولود اب. كلنا عارفين اليوريك اسيد ده الاند برودكت بيورين كاتابوليزم، والبيورين ده الادينين والجوانين. طيب اليوريك اسيد ده في الجسم بيجي من فوق الاندوجينوس ما اكسوجينوس، اكسوجينوس عن طريق الاكل البيورين ريتش دايت، والاندوجينوس حاجتين لا اما الكاتابوليزم. وعشان كده اي مرض فيه هاي سيل تيرن اوفر زي المالجنسي هنلاقي اليوريك اسيد عالي، وفي نفس الوقت دي نوفو سينثيسيس بالليفر، يعني المكان الوحيد اللي يعرف يصنع يوريك اسيد دي نوفو او ان هو عن طريق التيرن اوفر اوف ذا سيل هو الليفر. طيب بيخرج ازاي؟ تلته عن طريق جي اي تي وتلتين عن طريق الكدني. طيب مهمش شويه كده مع بعض. عن طريق الكدني هلاقي ان اليوريك اسيد هو الوحيد اللي ري ابزوربت سكريتد وري ابزوربت ري ابزوربت ويرجع يخرج تاني ويرجع يخرج تاني. اللي بياخده من البراش بوردر على البيزولاترال سيرفيس هو حاجه اسمها يوريك اسيد ترانسبورتر او اورجانيك انايون ترانسبورتر. عشان كده اي واحد عنده اسيدوزيس هيكمبيت مع الاكسكريشن اوف يوريك اسيد زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس، تلاقي اليوريك اسيد عنده الساليسيليت اي حاجه فيها اسيد. تمام، هتلاقي دايما اليوريك اسيد عنده عالي. تمام، طيب بعد كده لما اليوريك اسيد يعلى لا اما انكريز سينثيسيس لا اما ديكريز اكسكريشن، يبقى بالتالي احنا عندنا نوعين من الجاوت او الهايبريوسيميا ميتابوليك ورينال. للاسف الميتابوليك 10% فقط، الرينال 90%. لما اقول عندي رينال وعندي ميتابوليك بقسم كل واحد برايمري وسكندري. كلمه برايمري وسكندري في الطب معناها مش ثابت. لما اقول اسينشال هايبرتنشن معناها مش معروف سبب، لما اقول سكندري معروف السبب. هنا بقى برايمري وسكندري يعني ايه؟ لما اقول برايمري ميتابوليك جاوت يعني معناها البرايمري ديزيز هو الهايبريوريسيميا، يعني هو مولود انه بيصنع يوريك اسيد كتير. مثلا لما اخد كده مثال، اوكي اللي فيه انزيم مشهور لو احنا بنشوف اليوريك اكسس سينثيسيس، في انزيم اسمه فوسفوريبوزايل هايفوسفيت، ده لو الاكتيفيتي بتاعته عاليه لو الطفل مولود بيه عالي هيطلع اليوريك اسيد عالي. طب انا بعد ما اكمل يوريك اسيد ارجع ارجعه تاني للجوانين والادينين، حاجه اسمها هايبو زانثين فوسفور هايبو زانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، لو الانزيم ده مش موجود اليوريك اسيد يعلى. يعني برايمري ميتابوليك جاوت يعني معناها ان العيان مولود بانكريز سينثيسيس. طيب سكندري ميتابوليك جاوت زي واحد مثلا عنده هاي سيل تيرن اوفر زي مثلا المالجنسي، او ان هو يكون جزء من الميتابوليك سندروم زي ما هنشوف كمان شويه. نفس الكلام الرينال 90% برايمري هو مولود ان هو هايبر ابزوربابل لليوريك اسيد، او سكندري ما زي كورونيك كيدني ديزيز اكيد كيدني انجري زي الدراجز زي بوليسيستيك كيدني زي الليد ادو حاجات كتير. تمام، هنبرسيد بقى مع بعض كده ونشوف. لما يجي لي عيان عنده اسيمتوماتيك هايبريوريسيميا، ده مهم ولا مش مهم؟ يعني ممكن هتطلع انت في العياده بالصدفه كده لقيت اليوريك اسيد 9 او 10 وعم بيشكيش من حاجه، مش لازم يشك ماسكولوسكريت. مهم لان هنعرف كمان شويه ده ميتابوليكالي نون انرت، هو حاجه بتعمل اندوثيريال دامج، بتزود انفلاماتوري سايتوكاينز، لا بتقلل الستريسز، بتزود الراس سيستم اكتيفيتي، يعني هو حتى هيتشاف على المدى البعيد. عشان كده كان في ديبيت، هل الهايبريوريسيميا دي ماركر ولا ان هو نفسه انجوريوس؟ يعني هو ماركر زي السي ار بي ما بيعملش حاجه، لكن السي ار بي ماركر، لا هو ماركر وانجوريوس في نفس الوقت. الحاجه الثانيه، ما ممكن يكون الهايبريوريسيميا ديت مانيفستيشن اوف اندرلاين ديزيز جاز جون مالجنسي، انت ما انتش عارف جزء من سي ار ام كارديورينال ميتابوليك سندروم. بعد كده برضه من مهمه الاسيموتيك هايبريوريسيميا انه ممكن العيان ده يديفلوب رينال ديزيز زي ما هنشوف كمان شويه. طيب هنعدي بقى حته الجوت والكلام ده عشان مش وقتنا، مش هو ده موضوعنا دلوقتي. تمام، هندخل بقى على الهايبريوريسيميا والكارديورينال ميتابوليك سندروم كوستوك اللي هو موضوع المحاضره بتاعي. كلنا عارفين يعني ايه ميتابوليك سندروم، واول ما قالوا ان احنا عندنا خمس حاجات يتوفر منهم ثلاثه اللي هي سنترال اوبيزيتي هايبر ترايجليسريديميا لو اتش دي ال، او العين هايبرتنسيف، او بياخد علاج، او عنده جلايسيميا سواء بري دايبيتس او دايبيتس. ده كانت الكلاسيك فايف بيلرز بتوع الميتابوليك سندروم.
بعد كده دخل الموضوع لا اكتر، لما دخل في بوليسيستيك اوفري، دخل في بقى نيجري كانسر، دخل في انكريس فايبروتيك اكتيفيتي، دخل في حاجات تانية. طيب بعد شويه قال لك لا، ده الموضوع بقى مش ميتابوليك، ده كارديو رينال ميتابوليك. نشوف الكارديو ده عباره عن ايه، ان العيان ممكن يبقى هايبرتنسيف، ممكن يجي له هارت فيلير، ممكن الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن كرونيك سيربريفيرال، يبقى ده كاردياك كومبليكيشن او رينال كرونيك كيدني ديزيز، او ان العيان ميتابوليك. الميتابوليك يشمل ديسجلايسيميا وديسليبيديميا والاوبيزيتي، ويشمل كمان النفد او النفد او ماسلد. خدوا بقى الالفاظ دي كتير او اتغيرت دلوقتي، كل دي حاجات كونستليشن او مانيفستيشن كلها موجوده مع بعضها. يعني لو عيان دايابيتك دور على الكارديوفاسكولار كومبليكيشن وعلينا دور على الاذر ميتابوليك كومبليكيشن اند سو اون. دخلوا بقى في الكارديورينال ميتابوليك سيندروم موضوعنا النهارده الهايبرسيميا، يعني دايما زي ما بندور على الليبيد، زي ما بندور على الترايجليسرايد الاتش دي ال، بندور على الجلوكوز، بندور على المافلد، بندور على الهايبرتنشن والاثروسكليروزس، دور كمان على اليوريك اسيد وهنشوف اهميته دلوقتي. الحقيقه في كروس توك ما بين الهايبرريسيميا وبين كل الممبرز اوف ذا كارديولي ميتابوليك سيندروم. يعني هو الهايبرريسيميا تعرف تعمل رينال ديزيز، ورينال ديزيز بتعمل هايبرريسيميا. هو يعمل هايبرتنشن والهايبرتنشن يعمله، هو يعمل انسولين ريزيستنس والانسولين تعمله، هو يعمل ديسليبيديميا والديسليبيديميا تعمله، هو يعمل ديزيز اند سو اون. بمعنى اخر انك انت لما تلاقي هايبرريسيميا، مش بس احنا مثلا في الاندوكراينولوجي لما اجي اعالج سكر، لو انا اهملت الهايبرريسيميا، الهايبرريسيميا نفسها بتعمل انسولين ريزيستنس وبتقلل الانسولين سكريشن وبتعمل رينال ديزيز وبتعمل هايبرتنشن وبتاثر على الهارت وبتعمل اثروسكليروز. بمعناها ان انا بغفل يعني امبورتنت اندبندنت كارديوفاسكولار ريسك فاكتور واندبندنت ريسك فاكتور كورونري كيدني ديزيز. اه بعالج الهايبرتنشن او بعالج الكلام، لكن لو سبت الهايبرريسيميا يبقى في جزء مست عندي مش مظبوط. وهو ده برضه الكروس توك ما بين الحاجات دي كلها وبعضها عشان بس نوفر وقت. طيب الهايبرريسيميا والكيدني، ممكن العيان يبقى رينال جاوت او بالظبط او رينال هايبرريسيميا. احنا قلنا 90% من العيانين الهايبرريسيميك اساسهم رينال سواء برايمري او سكندري. طب العكس بقى، الهايبرريسيميا نفسها بتاثر على الكيدني طبعا. اول حاجه عن طريق رينال ستون، هو يعمل نوعين من رينال ستون، ممكن يوريك اسيد نفسها هي اللي تعمل ستون ودي ريديولوسنت مش هتبان في الاشعه قوي، او ممكن تكون اليوريك اسيد دي نيدس لحاجات حواليها اللي بيسموها ايبيتاكسي، يعني معناها 80% من الستون بتتكون من كالسيوم اوكساليت حوالين سنترال نيدس من اليوريك اسيد. طبعا الستون ممكن تعمل اوبستراكشن، ممكن تعمل انفكشن، ممكن تعمل هيماتوريا اند سو اون. طيب بصرف النظر عن الستون، ممكن اليوريت نفسها الصوديوم يوريت كريستال دي يحصل لها ديبوزيشن ان بتوين تعتبر انترستيشوال، يعني ممكن على لونج تيرم في الانكنترولد هايبرريسيميا ممكن تعمل كورونيك كيدني ديزيز عن طريق التيول انترستيشال ديبوزيشن. طب هو اليوريك اسيد نفسه ممكن يبقى انسايد التيوبولز، دي بقى اسمها يوريك اسيد نيفروباثي. في فرق بين يوريت نيفروباثي ده صوديوم يوريت كريستنز انترستيشال تيشو، وفي فرق ان هي نفسها اليوريك اسيد تبقى ديبوزيت انتر تيوبولر. دي بنشوفها بقى في الهايبر اكيوت هايبرريسيميا، عيان مثلا مالجنسي سواء سوليد تيومر هيماتولوجيكال تيومر ليمفوما او لوكيميا، وخد كيمو ثيرابي ما يتحضر، العيان ده بيدخل في اكيوت كيدني انجري، وللاسف علاجه مبقاش سهل. احنا طبعا عارفين حتى ايام الطلبه قبل ما تعالج العيان بتاع المالجنس سبيشال لوكيميا والليمفوما، دور على اليوريك اسيد قبل ما تدي كيمو او راديو ثيرابي. اوكي طيب العيانين بتوع الهايبرريسيميا دول اتفقنا ان يقدر يعمل كيدني ديزيز سواء عن طريق الستون او اليوريك اسيد نيفروباثي او اليوريد، لكن هو نفسه يقدر يعمل بميكانيزم ثاني زي ما اتفقنا، بيعمل اندوثيليال دامج، بيزود الانفلاماتوري سايتوكاينز، بيزود الاكتيف بروتين الاكسجين سبيشيز، الكلام دي كلها ممكن يعمل اثروسكليروز اسمها نيفروسكليروز، فممكن برضه يعمل كرونيك كيدني ديزيز مش عن طريق الستون او عن طريق الديبوزيشن، عن طريق فاسكولار اليمنت. تمام طيب في ستاديز قالت كده واخد من العينين ان حتى ايفن في الهيلثي نورموتنسيف بوبوليشن السيرام يوريك اسيد اندبندنت ريسك فاكتور فور كورونيك كيدني ديزيز سواء ميل او فيميلز. طيب عشان برضو نوفر وقت شويه، لو انا عندي عيان هايبرريسيميا وشفت الاذر ممبرز اوف ميتابوليك سيندروم، هو هايبرريسيميك 74% منهم هايبرتنسيف، 71% منهم كورونيك كيدني ديزيز، 53% اوبيز، 26% دايابيتك، 10% جالهم ستروك، 14% ميوكاردال انفاركشن. طب لو عكستها بقى، خدت عيان اوبيز، خدت هايبرتنسيف بيشنت، خدت دايابيتك وشفت نسبه الهايبرريسيميا فيهم، هلاقيها برضو عاليه. لو خدت عيان اوبيز
ونسبه البودي ماس اندكس اقل من 35 وقارنته بواحد تاني البودي ماس اندكس اقل من 25 الاقي الناس اللي اقل من 35 نسبه الهايبرليسيميا فيهم 12% مقارنه ب 2% يعني 6 اضعاف. طب لو خدت عين هايبرتنسيف الاقي نسبه الهايبرليسيميا فيه ضعف الجنرال بوبيوليشن نورموتنسيف. لو خدت عيان عنده الهايبرليسيميا اكثر من 10 ميلي جرام وقارنته بواحد عنده يوريك اسيد اقل من 6 نسبه الميتابوليك سندروم في الاكثر من 10 ده 4 اضعاف اللي هو عنده اقل من 6. لو خدتها بالعكس يعني كل دي ستاديز بس عشان الوقت اوكي تمام كل دي ستاديز اللي عايز يرجع لها يرجع لها. طيب الهايبرليسيميا تعمل انسولين ريزيستنس؟ اه طبعا احنا عارفين ويعني اولادنا الطلبه عارفين ان الفات سيلز ديت الاديبوسايت ديت مش كلها شبه بعضها. ليه بنقول الفيسرال فات دي سيئه؟ لان الفيسرال فات دي الاديبوسايتس ديت عباره عن اندوكراينال اورجان وبتطلع انفلاماتوري سايتوكاينز. تمام يعني الهايبرليسيميا عن طريق ان هي بتعمل انديثيريال دامج وتطلع انفلاماتوري سايتوكاينز وبتقلل بوتنشال هي نفسها ممكن تعمل انسول ريزيستنس. اوكي طيب بالعكس بقى لو عيان عنده انسول ريزيستنس يقدر يعمل هايبرليسيميا؟ اه كلمه انسول ريزيستنس معناها ان انا فقدت البيولوجيكال افكت اوف ذا انسولين على الثلاثه بيولوجيكالي اكتف اورجان اللي هم الاديبوس تيشو والمصري وايه والفات. طيب بمعنى اخر لما بيكون العيان عنده انسول ريزيستنس الانسولين بيعلى. الانسولين ما بيفقدش مفعوله على الكدني، الانسولين بيزود الابسوربشن اوف ذا يوريك اسيد ان بورتسايد كونفرتد تو بيو، فهو لما يعلى هيزود الابسوربشن ذا يوريك اسيد هيعمل هايبرليسيميا، والهايبرليسيميا بتعمل انسول ريزيستنس. مش بس كده الهايبرليسيميا بتعمل انسول ريزيستنس ده كمان ممكن تعمل دامج للبيتا سيل فبالتالي بتقلل الانسولين سكريشن وبيتا سيل ديسفانكشن وفي نفس الوقت بتعمل انسول ريزيستنس يبقى فيشوس سيركل اهي. تمام بيتا سيل عشان بس نوفر وقت يعني. طب هل هي اندبندنت ريسك فاكتور للكارديوفاسكولار؟ يعني هي تقدر تعمل هايبرتنشن، تقدر تعمل اثيروسكلروز، تقدر كورونر، تعمل ستروك؟ اه طبعا. ايفن حتى لو العين حيدت بقيه الفاكتور ايج وجندر وبقيه الحاجه الهايبرليسيميا نفسها ممكن تعمل الكلام ده واحنا لسه قايلين الميكانيزم بتاعته شويه. تمام. طيب العكس صحيح لو عين هايبرتنسيف يقدر يجي له هايبرليسيميا ايه الميكانيزم؟ وجدوا ان الزانثين اوكسيديز انزيم اكتيفيتي اكتر في الهايبرتنسيف النورموتنسيف يعني سنتس اوريك اسيد اعلى في الهايبرتنسيف وكمان الهايبرتنسيف عندهم حاجه اسمها نيفروسكليروزز وبرضه جي اف ار قليل فيقدر يعلي اليوريك اسيد. كل دي فيشوس سيركل كلوستوك اللي احنا ده عملنا المحاضره. السؤال امتى اطلب يوريك اسيد؟ اللي يهمني في شغلي دلوقتي طبعا اي عيان عنده اكيوت مونو ارثرايتس هتطلب له، عيان عنده رينال ستون فاميلي هيستوري اوف ستون اند سو اون، عيان عنده ناس هتحضر له كيمو راديو ثيرابي، لكن اللي يهمني قوي قوي اللي هو الاخيره ديت انت قلت اي عيان هيجي لك عنده اي اليمنت اوف كارديو رينال ميتابوليك سندروم لازم تطلب اليوريك اسيد ايفن لو اسيمتوماتيك. تمام؟ هنعدي برده كل ده وهناخد الايه؟ التريتمنت لجزء الجزء اللي يخصني. السؤال بقى لو انا عيان عنده هايبرليسيميا ورينال بيشنت هتعمل ايه؟ اول حاجه بلنتي اوف فلويد هتعمل الكلايزيشن اوف ذا يورين وبعدين بعد كده هتعالج الاندرلاينج ايتيولوجي وتدي زانثين اوكسيديز انهبيتورز زي ما احنا قلنا. طيب لو عيان عنده هايبرليسيميا والعيان ده هايبرتنسيف السؤال بقى طبعا لو هو دايابيتك او عنده اي اليمنت اوف ذا ميتابوليك سيندروم المفترض ان هتصلح الهايبرليسيميا لان هي هتعمل انسول ريزيستنس وهتقلل بيتا سيل فانكشن وهتعمل ديتريشن الدايابيتس. نفس الكلام للهايبرتنشن. السؤال بقى لو انا عيان عنده هايبرتنشن وعنده هايبرليسيميا ايه الادويه الكونترا انديكيتد والادويه الهايلي انديكيتد؟ بالنسبه للادويه الكونترا انديكيتد النان لوزارتان اي ار بيز يعني الوحيد في الاي ار بيز اللي مسموح فيه لو عيان هايبرتنسيف وعنده هايبرليسيميا هو اللوزارتان. عايز تدي الاس انهبيتور ادي زي ما انت عايز، عايز تتكلم شارب بلوكر ادي زي ما انت عايز، لكن ما تديش دايوريتكس، ما تديش نان لوزارتان اي ار بيز، ما تديش ايه بيتا بلوكر زي ما اتفقنا او دايوريتكس. تمام؟ انا بس على قد ما اقدر اختصرت لان هو الموضوع طويل شويه يعني كده. ماشي كويس انا